مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بين السطور في جولة على مختلف الملفات والاهتمامات والتغطيات. تتنوع معالجات الكتاب الصحفيين في صحافتنا المحلية من خلال المقالات التي نطالعها عبر صحفنا اليومية ومواقعنا الإلكترونية. ميفين عبد الهادي في صحيفة الدستور كتبت حول الكلمة التاريخية التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، حيث تقول عبد الهادي في هذا المقال: الأردن يعيش ويدرك وعلى علم بأدق تفاصيل ملف اللاجئين، فهو البلد الوحيد في العالم الذي يمنحهم ملاذا آمنا ويتحمل أعباء استضافاتهم ولم يدر ظهره يوما لأي حالات لجوء، بل على العكس كانت الأبواب لهم مفتوحة بكافة تفاصيل الحياة ومقوماتها من تعليم وصحة وعمل، ناهيك عن تأثير ذلك على الماء والكهرباء، حتى أصبح هذا الوطن صغير الجغرافيا كبير القلب والإنسانية والعطاء بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وحول كلمة جلالة الملك تقول عبد الهادي: تحدث جلالته بتفاصيل هامة ودقيقة عن واقع اللجوء والنزوح بمقاربة ذكية وعبقرية من جلالته في الحرب على غزة وما تشهده من نزوح جديد تشهده المنطقة، حيث اضطر أكثر من 1,900,000 فلسطيني من ترك منازلهم أو الفرار منها، ما يجعل من أعداد النازحين تزداد، وهو واقع خطير وإغماض عين الاهتمام عنه خطأ فادح سيعيش العالم نتائجه السلبية خلال المرحلة القادمة القريبة القادمة. وتختم نيفين مقالتها هذه باستراتيجية الأردن التي تنبع من حكمة قيادته في ملف اللاجئين وتقول: طالما كان اللجوء وما يزال أولوية أردنية ليس هذا فحسب، إنما طالما حذر من خطورة تناسيه الذي للأسف هو في زيادة وليس نقصانا، والأهم أن جلالة الملك طالما حذر من مخاطر ترك جيل ضائع وراءنا فهي المخاطر التي سيجنيها العالم وليس بقعة منه. ونقرأ للكاتب عماد عبد الرحمن في صحيفة الرأي حول حرب الأردن تجاه المخدرات التي تشنها الميليشيات من خارج حدود الوطن، ويقول الكاتب: بالأمس وقبل ذلك دفع الأردن ثمنا من دماء أبنائه الأخيار في خضم الدودي عن عمليات التهريب، رغم جهود الأردن في حل هذه المعضلة الكبيرة مع الشقيق السوري على مدى السنوات الماضية لكن بلا جدوى. الأمر الذي اضطر الأردن للقيام بإجراءات دفاعية ضرورية لمواجهة هذه العصابات التي لا يخفى على أحد ارتباطها بأجهزة دول تسعى إلى ضرب الاستقرار الذي يتمتع به الأردن رغم المحيط الملتهب من كل حدب وصوب. وفي عرض الكاتب للأولويات الأردنية يجد أن ما نحتاجه خلال المرحلة المقبلة في خضم تصاعد عمليات التهريب وتعاظم منابع التهديد تمتين أكبر للجبهة الداخلية، وفي ذلك انعكاس على دعم القضية الفلسطينية، حيث يقول عبد الرحمن: ما يحتاجه الأشقاء في فلسطين هذه الأيام يؤكد أنه الدعم بالأفعال لا بالأقوال لتثبيت الصمود الفلسطيني التاريخي والبطولي على أرض الآباء والأجداد في وقت بدأت فيه مراكز القوى بالعالم تتحدث جهرا وبلا خجل عن ترحيل الفلسطينيين. ولقراءة ما بين السطور معنا في الاتصال الهاتفي الكاتب عبد الحكيم القرالي من صحيفة الرأي. أسعد الله مساءك عبد الحكيم. مساء الخير أخي الكريم، مساء الخير لك ولجميع مشاهدي التلفزيون الأردني. سيدي، اللجوء ما يزال أولوية أردنية طالما حذر من خطورة تناسيه، واليوم هو في زيادة وليس في نقصان. كيف تنظر إلى المخاطر التي حذر منها جلالة الملك في كلمته يوم أمس؟ يعني مما لا شك فيه أخي الكريم أن مشكلة اللجوء هي من المشاكل التي تواجه العالم والمجتمع الدولي، فلذلك يعني دائما جلالة الملك يسلط الضوء على أهمية الالتفات للاجئين وتأمين احتياجاتهم من خلال دعم المنظمات المسؤولة عن كالأونروا، ولذلك لتقديم كافة المعونات وتقديم كافة الخدمات للاجئين. الأردن يجب أن نتفق يعني من أكثر الدول يعني تأثرا بهذه الأزمة
يعني أزمة لجوء مرت على الأردن أزمات كثيرة وموجات متعددة. نعم. وآخرها اللجوء السوري بالتأكيد، والأردن يعني وقع تحت وطأة تحديات هذا اللجوء. يعني الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجهه، فلذلك يعني في كثير من الأحيان للأسف يعني بقي الأردن وحيدا في مواجهة هذه التحديات التي أنتجها اللجوء السوري، ويعني كانت عامل ضاغط على البنى التحتية وكافة الصعد الحياتية في الأردن. فلذلك لكن جلالة الملك أكد أن الثوابت الأردنية والقيم الأردنية يعني لا تقبل إلا أن يكون ملاذا آمنا للاجئين الذين يعني تعرضوا لمخاطر كبيرة، وهذا ما قام به تجاه مسؤوليات العروبية والقومية ومسؤولياته الأخلاقية حتى على المستوى الدولي، فكان أكثر الدول تضررا واستقبالا للاجئين. نعم. أيضا كذلك وفي محور آخر، عمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن التي يتصدى لها بواسل جيشنا ويقدمون أرواحهم حماية للوطن والشعب تتكرر منذ سنوات، وفقدنا العديد من شبابنا في مواجهة هذه الآفة وهذا الخطر. كيف يمكن القضاء على هذه الآفة برأيك؟ يعني أخي الكريم، يجب أن نتفق أن الحدود الشمالية تحدي كبير للدولة الأردنية في ظل ما تعانيه سوريا من أحداث ومنذ بدء الأزمة، ولكنها تصاعدت في السنوات الأخيرة في ظل وجود الكثير من الحركات المتطرفة أو الجهات التي امتهنت تهريب الأسلحة والمخدرات. يعني الأردن يعني يقف بكل حزم وقوة وغير قواعد الاشتباك منعا ودرءا للمخاطر التي ستصل للأردن أو حتى لباقي الدول، فلذلك يعني كان موقف ثابت، وهي عبارة عن حرب مفتوحة أخي الكريم يعني يشنها الأردن، يعني لا يخلو يوم إلا في إحباط الكثير من المحاولات. يعني بالتأكيد هذا في إطار التنسيق مع الشقيقة سوريا. نعم. كان اللي هو ضبط الحدود أولا، وبواسلنا يعني ارتقى الكثير من الشهداء إلى عدنان رحمه الله وأصيب الكثير، وكان قبل يومين استشهد أحد جنودنا البواسل، فيقدمون يعني لدونا يعني بالغالي والنفيس عن الأردن وحماية أمنه الوطن. نعم. ودرء هذه المخاطر المتمثلة بالمخدرات والأسلحة. الكاتب والصحفي عبد الحكيم القرالي من صحيفة الرأي، شكرا لك على هذه المداخلة. وإلى عالم الكاريكاتير في صحافتنا المحلية، ومن الرأي للرسام خلدون غراي. وفي الصحافة العربية ثمت معالجات العلاقات الدولية التي شهدت تغيرات جوهرية منذ بداية الحرب على غزة. الكاتب رامي الريس في مقالته في الشرق الأوسط كتب تحت عنوان كي لا تتكرر النكبة، وتقول الصحيفة في هذا المقال: كشفت الحرب الإسرائيلية على غزة بحجمها واتساعها وكثافتها أنها تتجاوز بشكل تام مجرد الرد على الاختراق الكبير الذي وقع في 7 من أكتوبر عام 2023، لأن مسار الأحداث يشي بأنها بمثابة تنفيذ لمخططات سابقة أعادت إسرائيل انتعاشها، لعل في مقدمها مشروع ترانسفير القديم الجديد. ويضيف الكاتب: الإصرار على عدم إبقاء أي بقعة جغرافية آمنة في كل أرجاء قطاع غزة هو لدفع الغزيين إلى خارج حدود القطاع، مذكرا أن فكرة الترانسفير تعود منذ أوساط الثلاثينيات القرن الماضي إلى الوكالة اليهودية، وقد تبناها ديفيد بنغوريون. ويخلص للقول أن التعنت الإسرائيلي في اتفاقية أوسلو عام 93 بالقضايا الكبرى مثل القدس واللاجئين والحدود، وسواها من البت مسبقا الملفات المركزية، ليس سوى متابعة لاستراتيجية قديمة للذهاب يوما ما نحو مشروع إسرائيل الكبرى. الكاتب مسعود أحمد بيت سعيد في صحيفة الرؤية يذهب إلى تتبع أبعاد حرب غزة ومدلولاتها التاريخية العميقة لجهة تطوير فعالياتها القتالية الميدانية من جانب، وحماية مكتسباتها من الذبح السياسي من جانب آخر. ويقول الكاتب: الأمور سترسو في النهاية على أرضية سياسية خاصة في ظل السعي المتواصل
بحسب الكثير من المعطيات والتسريبات لإخماد نيرانها وحصر آثارها ومحاصرة مفاعليها في رقعة جغرافية منهكة تبقيها كعملية بطولية تخلد في الذاكرة والوجدان بعيداً عن هدفها ومبتغاها. ويضيف مسعود في النتائج التي وصلت لها العملية اليوم: لقد فرضت هذه العملية البطولية معادلات جديدة وطرحت مجدداً أمام الكيان الصهيوني المحتل سؤال الوجود التاريخي، ولم ينجو من ارتداداتها مهما كانت المحصلة النهائية، وإن تعميق مأزقه التاريخي ومراقبة تناقضاته الداخلية التي يحاول التستر عليها بالقتل والإبادة الجماعية يتطلب خطوات عملية سريعة. وإلى عالم الكاريكاتير العربي حول الفيتو الأمريكي لعلي خليل. تتنوع معالجات الصحف العالمية والإقليمية على ملفات مختلفة، ولكنها جعلت من غزة محور جامع بينها ولكن بزوايا متنوعة. في صحيفة الواشنطن بوست يقول الكاتب بيري بيكون في مقالته تحت عنوان فشل آخر لإدارة بايدن: أثبتت أمريكا أنها لا تلتزم بالقواعد والأعراف الدولية في حال انتهاكها من قبل أحد أقرب حلفائها. فواشنطن تعرب عن قلقها إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة، لكنها تواصل تقديم الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، ويرى أن السياسة التي ينتهجها بايدن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مؤشر آخر على فشل إدارته في السياسة الخارجية. الفاينانشال تايمز البريطانية نشرت مقالة لجدعون راشمان تحت عنوان إسرائيل وفلسطين وسراب حل الدولتين، وفيها يقول إن شروط حل الدولتين حاليا باتت أسوأ بكثير مما كانت عليه عام 1991، عندما كان هناك أقل من 100,000 مستوطن في الضفة الغربية المحتلة مقابل أكثر من 500,000 اليوم، وعندما كان معسكر السلام مزدهرا على الجانبين. أما الآن فإن بعض دعاة الحوار من الإسرائيليين يتحدثون عن محو غزة، فلماذا سيكون شعور الفلسطينيين مختلفا بعد فقدان أكثر من 17,000 منهم؟ إن نتنياهو قد يأمل في أن تفتح فرص جديدة عندما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في حال فوزه بانتخابات الرئاسة القادمة، ويضيف أن الوقت الآن هو اللحظة المناسبة لتقديم أي فكرة أفضل من حل الدولتين. وإلى الكاريكاتير العالمي نتابع هذا الرسم. كان هذا كل ما لدينا في برنامج بين السطور، والتي سلطنا الضوء فيها على أبرز المقالات المحلية والعربية والعالمية. هذه تحية، إلى اللقاء.